عسلامة، مرحبا بكم. إن شاء الله يوم 8 أكتوبر 8 نتاع الليل باش يكون موعد مع الأوركسترا السيمفوني التونسي في العودة إلى الحياة الثقافية في إطار العودة إلى الأوبرا بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة. كونوا في الموعد 8 نتاع الليل 8 أكتوبر في عرض مزار لافيش. العرض هذا باش يكون برانسيبالمون موزار وباش يكون افيك لا بارتيسيباسيون دو هيثم الحديد ونسيل المهبولي ويوسف المسعودي على كلارينيت. On va vous jouer la 40e symphonie de Mozart, qui est معروفة ياسر. Donc, force هذه باش تجيو تسمعوها en live. كونوا معنا باسمي، donc باسم كيف تعضل وكاس سيمفوني. نستناكم ان شاء الله.